للدراما السورية بصباحنا إلى مساحة خاصة، مساحتنا لليوم مميزة مع الفنان الشامل، يمكن بتلاقيه ملك على المسرح ويمكن بمكان تاني بتلاقيه نجم بالشعر. أكيد نجم صاحب حضور مميز بكل مشاركاته، وبرمضان هالسنة عم بتل بين التاريخ والبيئة الشامية. نجم اليوم الفنان كفاح الخوص، يسعد صباحك ورمضان كريم، أهلا وسهلا سعد فيك. صباحك ورمضان كريم على كل السوريين. سعد صباحك، أهلا رحبي وسهلا وياك يا فيك. رب. بالبداية خلينا نتعرف عن مشاركاتك برمضان 2017. عنا باب الحارة عندي باب الحارة وعطر الشام وعطر الشام الثاني، وعندي مسلسل تاريخي اسمه أحمد بن حنبل. نعم، خلينا نحكي عن المشاركات. عن شو بدنا نحكي؟ عن ادوارك يلي اخذها بالثلاث مسلسلات يلي مشارك فيها. يعني عطر الشام نحن صورناها هذيك السنه، هي شخصيه رئيس الكراكون بشير، وباب الحاره لبن نفسه مكفي معنا باحداث جديده. فرج باحمد بن حنبل هي الشخصيه اللي انا هيك تعبت عليها واشتغلت عليها من قلبي، يعني هيك شخص عاطل عن العمل بيحلم يقعد عند هارون الرشيد، وهذا الحلم بيلحقه بيلحق الإشارات اللي فيه، وبالفعل بيوصل لهنيك يعني بطريقة من الطرق. نعم، كفاح أي الأدوار بتحس أنه بتناسبك، إن كانت اجتماعية تاريخية أو بيئة شامية؟ مثل ما هلأ عم نشوف معظم المسلسلات السورية عم تاخد الطابع الشامي أو البيئة الشامية. والله كل شيء، يعني أنا لك أهم شيء أنك أنت تحب الشخصية، تشوفيها كيف مكتوبة، تعدلي عليها، تحطي فيها منك شيء هيك يعني. يعني أنا بحب أشتغل كل شيء تقريبا، يعني ما عندي مشكلة مع أي شيء. نعم، كيف خلينا نروح نشوف مشاركاتك بالمسلسل هلأ فورا. نروح هلأ بدنا نروح ونرجع. يعني كفاح مثل ما شفنا أعمال متنوعة، ثلاث أعمال يمكن فيها أدوار متنوعة ومختلفة عن بعضها. خلينا نحكي اليوم، عم نشوف على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا في دعم للدراما السورية من الشباب السوري والممثلين السوريين ضمن إطار هي الهجمة على الدراما السورية. يعني طلع 13 مسلسل يمكن من الماراثون الرمضاني، لأنه في عقوبات على عرض المسلسلات السورية، ومع هيك موجود المسلسل السوري وعم ينعرض على قنوات عربية. تحكي لنا رأيك بالموضوع. والله أنا أول شيء مع الدراما السورية وين ما كانت، وبتمنى دائما ضل بخير، بس نحن لازم نعترف أنه نحن بالأساس، يعني قبل ما نعمل هاي لازم نعترف بأخطائنا، الأخطاء الكتيرة الموجودة، وبعدين نعمل هاي الحملة. يعني في عنا أخطاء كتيرة، في عنا ناس فاتت على هاي المهنة بطريقة ما، من تحت الطاولة، دخيلة ومن تحت الطاولة وبلشت تنزع هاي المهنة. نعم. وبلشت تتصدر انه هي الاهم، والمشكله بقنواتنا. يعني ما عاد اقبل اني انا اروح على قناه تلفزيونيه بتعمل لقاء مع سين وعين اللي هن ما لهم علاقه بهي المهنه، وبعد شوي يجوا يلتقوا معي نفسي انا ويقولوا لي نفس الكلام، النجم والكذا هدول من اجوا؟ كيف اجوا؟ هدول اجوا من تحت الطاوله. صحيح. صارت الاخراج اسهل مهنه بالعالم. صاروا اي مساعد مخرج او مخرج منفذ عنده سنتين خبره بياخذ على المسلسل 200,000 بصير بيخرج. اي حدا صارت القصه لها علاقه قديش انت بتاخذ اقل لتصير القصه هاي. فنحن قبل ما نحكي عن هاي الدراما ونقول ليش ما عم تشتريها للقصص، لانه انا بعرف انه في قنوات برا عندها اسماء محدده، انها هي لا عندها حتى شروط لها علاقه بالكواليتي، يعني بالدقه وبالصوت وبالهي. فنحن يمكن ما عم نوصل لهي المرحله لانه نحن مو المختصين اللي عم يشتغلوا هي القصه. صحيح، مو المختصين. بس هذا شيء خطير يمكن كمان، كفاح هو مؤشر على انحدار. فلذلك نحن مشان ما نروح ونتعاطف، يعني النيات الطيبه لا تصنع فنا، مشان ما نتعاطف نقول نحن درامانا، ونحن درامانا ليست بخير طول ما هي القصه وهي القصص. نحن ما عندنا خصخصه وما عندنا مختصين عم يشتغلوا بضمن اختصاصاته. هلا انا عم روح اشتغل بعمل بيكون هذا السين من الناس، امبارح كان منفذ انتاج، هلا بروح بلاقي مدير انتاج، شلون؟ كيف؟ وعلى هذا الاساس بدنا نجر كل شيء. صحيح. على الكتابه وعلى الاخراج وعلى التمثيل وعلى كل الاختصاصات الموجوده بالدراما السوريه. هون الغلط، هون المشكله. خلونا نروح نرجع هيك نعمل قعده مع ذاتنا، الدراما السوريه تقعد مع ذاتها وتناقش مشاكلها. ونقول للقطاع العام
انه نحن المنتجين الشركات الخاصه عم تاخذ الدراما بطريق ثاني، فيا ريت يعني يا ريت المؤسسات العامه التلفزيون يرجعنا لهذا المجد اللي كان موجود فيه. صحيح. هو اللي بعد عنا هي القصه وترك بياعين البطاطا ينجوا. صحيح اكيد. هي الرساله ما رح توصل مع كل مره برمضان بعد معكم نفس اللقاء من اولى وما رح توصل. طيب خلينا نحكي عن كفاح الفنان الشامل يلي يمكن كل كم شهر عم يعمل خلينا نقول دورات لشباب طالعين جديد لحتى يمكن يبعد او يساعد هذا الجيل لحتى يمكن يختص مثل ما ذكرت او يختص اما بالمسرح او بالشعر. هون خلينا نحكي كل شاب عنده موهبه، بس خليني كفي سؤالي، كل شاب عنده موهبة بيجي لعندك، أنت كيف فيك تساعده لحتى هو يختار طريقه صح؟ أنا هاد سؤالي، ما سؤالي إنه كيف تعلمه التمثيل أو على المسرح. أنا بدي أحكي شغلة، فكرة إنه التعليم هو دائما مستمر، يعني نحن لازم نضل عم نتعلم. صحيح، هو في موهبة دائماً بس لازم دائماً كمان كل شوي وشوي طريق لازم يكون يعني صح. أنا عن نفسي كل شوي بضل أتعلم، بحس إنه ناقصني شيء بضل أتعلم. أنا بقدر دله على الطريق الصحيح. على بداية الطريق الصحيح هو يكفي، بعدين هو بيختار وين بده يروح كيف بده يروح. انا ما فيني امشي معه طول الوقت، بس اذا حابب التمثيل لانه هلا الناس كثير حابه التمثيل. يعني في كثير رغبه، ويمكن كل موسم رمضان بيصيروا كل العالم بيحبوا يصيروا ممثلين. في رغبه هي انه نحن بدنا نشهر وبدنا نعرف وكذا. بنسقل له موهبته، بنقول له بصراحه انت يعني عندك موهبه او ما عندك موهبه، يعني انت فيك تكفي بهذا المجال وتصير منيح، او انت برايي انه انت ما تكفي تدور على شغله ثانيه، بنقول بصراحه يعني. طيب كفاح، مثل ما قلت انه وضع الدراما السوريه في عم بمؤشر خطير، يمكن بما انه ما في مثل ما قلت صار متاح للجميع، خلينا نحكي اليوم عم نشوف ايضا المسرح وعم بيكون متنفس لكثير من الفنانين السوريين ليوصلوا رسائل ليبينوا افكار جديده، وفعلا شفنا نهضه بهالسبع سنين بالمسرح السوري من خلال عده مسرحيات لفنانين كبار لجأوا للمسرح لتوصيل رسائل معينه ليبينوا قدرات اكاديميه حتى شبابيه جديده، فكمان تحكي لنا عن رايك بالموضوع. المسرح اثبت بهي الازمه انه هو الاصل وهو المنبع. مثل ما بقول نحن نرجع لكبارنا، بنرجع لاصلنا، فهو اثبت هذا الشيء بجداره، واللي ساعد على هاي الشيء هو الجمهور المسرحي اللي اجى بكثافه بهي السبع سنوات. اللي عمل هو الجمهور، هو اللي عمل هاي اليقظه وهي عمل هذا التجديد بالقصه، مما دفع الناس ترجع تشتغل المسرح ضمن الظروف السيئه جدا. صحيح. جدا جدا، يعني الغير بشريه اللي عم نشتغل فيها غير بشريه حقيقه. ولكن هاي المتعه تبع الاتصال هيك الضمني بيني وبين المتفرج بين الجمهور هو اللي عم يخلينا يعني ننسى كل شيء مشاكل ونضل مستمرين نشتغل مسرح، ولازم المسرح يضل واقف لانه هو الاصل هو المنبع. بعد رمضان ما بيعود حدا يتفرج ولا على مسلسل. صح، ولذلك المسرحية بتضل شغاله، بتضل بالبال وبتضل بالارشيف وبتضل تاريخ. هو التاريخ هو تاريخ الدراما هو المسرح، وتاريخ الدراما هو المسرح، هو الباقي، هو ابو الفنون يعني. نعم، مثل ما قلت يمكن كمان الجمهور رجع على مسارح دمشق، وكان رجع للاصل، رجع للمضافه، كل واحد بيرجع. الله محيي السابق. خلينا هيك نحكي عن تحضيرات في مسرحيه جديده رح تقدمها. والله هلا انا عم اشتغل، عم حضر لمسرحيه اسمها الخطوبه، نص لانطون تشيخوف من الفودفيل، هو عم نعمل له اعداد هيك ونبلش فيه ان شاء الله يعني بعد كم يوم بمسرح الحمراء. حلو. نعرفت كمان كفاح ليا كمان يمكن من خلال متابعتنا للمسرحيات اللي كنت تقدمها والمشاركات اللي كنت تقدمها، عرفت بكتابة النثر الموزون أو مثلا قافية الشعر لحتى تحكي رسالة معينة، وشاركت أيضا بتدمر بنفس الشيء لما حكيت عن المرأة السورية وأيضا حكيت عن بس ما الفيلم. اسمه نثر موزون، هذا اسمه شعر. شعر زجلي له تاريخ وهو الأصل، ومنه نبع كل شيء هذا اللي له علاقه بالشعر. انا بكتب نصوص شعريه زجليه بس بتخدمها بطريقه حلوه بالمسرحيه. واللي انقال بتدمر هو شعر، يعني شعر عمودي، ما له نثر مسجع يعني او شيء هيك يعني. نعم، يعني كلمتك هلكتك الدبانه، كلمتك دائما عم تضل
حاضرة أو عايشة بيناتنا، قديش عم تلاقي صدى يمكن على مواقع التواصل الاجتماعي، قديش الناس عم تحب كتابات كفاح، قديش الناس عم تحب هذا الفن، قديش هيك يعني صدى أعمالك قد عم تلاقيها هلا على أرض الواقع إنه هي مأثرة بين الناس، وقديش إن الجمهور صاير لا ما كتير ما كتير. هذا الجيل الجديد اللي طالع ما عم نفهمه، أنا ما عم بدري أفهمه، ولا أنا بمحاولة فهم هذا الجيل، عنده هيك مفردات مختلفة عنا، عنده أحلامه مختلفة عنا، فلازم نحن ما نضل نقول بس هذا الجيل انظلم، يعني لازم نحن طولي بالك ها طولي بالك جاي عم بحكي، فنحن لازم ما نقول إنه هذا الجيل ما إنه منيح، لازم نحن نفهم هذا الجيل لحتى نقدر نتابع، لأنه الرسالة اللي بدنا نحكيها بدنا نحكيها لهذا الجيل، ففي صعوبة هلا نحن ما عم نقدر نفهمه لهذا الجيل، فلازم نرجع هيك نصغر حالنا شوي، نشبشب حالنا، نعمل هيك ابديت لحالنا ونفهم هذا الجيل لنعرف شو بدنا نقول له، لنعرف شو بدنا نعمل له، شو بدنا نقدم له رسائل، هو بحاجه شو مشاكله، شو ما كانت هاي المشاكل هو المستقبل هذا الجيل. صحيح صحيح. نحن اكيد بدنا نشكرك كفاح ونبسطنا، بدي اشكركم والله زعلت عليكم قاعدين طول الوقت قاعدين طهركم هيك والله. انبسطنا انه كنت موجوده بهالماراثون الرمضاني بثلاث اعمال. ماراثون رمضان ماراثون، لانه دائما في سباق بالمسلسلات باخر والله رمضان. والله ما عاد في سباق صار هيك. يلا ان شاء الله بنرجع. ليش هيك؟ لازم تعطينا طاقه حلوه، لازم تعطينا بشو بدي اعطيكم طاقه؟ نكذب على حالنا يعني؟ احلى واحلى ان شاء الله نرجع ان شاء الله نرجع لما بنقول هذا غلط، وهذا بنرجع لما بنقول عم نجمل الحقايق ونقول نجمل الاخطاء ونقول نحن بخير ونحن درامانا بخير، مثل ما عمل سيادة الوزير السابق قال درامانا بخير ونحن ابدا ابدا ما نمناح، يعني لازم نقول هون خطا نوقف لحتى وقتها تتفائلوا، اما تتفائلوا هيك من لا شيء يعني لا نحن بنتفائل لما انت تحكي عن الخطا. سنه اولى جواز تتفائلي ولا شو؟ ولا مش شو بدك تتفائلي ليلي؟ كيف احنا بنتفائل لما تحكي هيك عن القصة، ونتمنى لك التوفيق بأعمالك الرمضانية. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. شكرا كيف. اهلا وسهلا فيكم.